أهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة العلمين الجديدة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، وقد دار لقاء أخوي بين الرئيسين تناول تأكيد عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين. كما صحب الرئيس السيسي نظيره الإماراتي في جولة تفقدية بمدينة العلمين الجديدة. وفي ختام الزيارة ودع الرئيس السيسي الشيخ محمد بن زايد من مطار العلمين. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة العلمين الجديدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي قام بزيارة خاصة لمصر، حيث دار لقاء أخوي بين الرئيسين تناول تأكيد متانة وعمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين. كما اصطحب السيد الرئيس أخيه الشيخ محمد بن زايد في جولة بمدينة العلمين الجديدة، زارا خلالها أبرز معالمها وتفقدا ما تم إنجازه من بناء وتطوير في المدينة. السلام عليكم. معانا ضيف عظيم وكريم جدا جدا الشيخ محمد، اسمحوا لي ده احنا نرحب بيه ونشكره ده هو يعني خد من وقته وسمح لنا ان احنا نيجي ونقعد معاكم ونتفرج عليكم ونشجعكم. هذا وقد قام السيد الرئيس بتوديع ضيف مصر الكبير بمطار العلمين، مثمنا العلاقات والروابط الأخوية التي تجمع بين قيادتي وشعبي البلدين. ونالنا ننتقل بحضرتكم إلى مدينة العلمين الجديدة لنقل وقائع المؤتمر الصحفي لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط. فدايما الأماكن الجديدة أو بنسميها الديستنيشن براندينج بتبقى مهمة قوي، إنه زي كل منطقة نقدر إن إحنا نعرف فيها ميزات مختلفة. لما بنبص على العلمين بنلاقي إن في ميزات متعددة، مش بس البحر، مش بس الفنادق، ولكن جامعات. فأعتقد إن ده تميز مهم جدا في المدينة هنا. يمكن كحكومة جديدة من 3 أسابيع أو يمكن من شهر، ولكن هذه الحكومة، وأنا سعيدة أنه أنا جزء من الحكومة الجديدة، بس كمان ليا ملفات فيما سبق سواء كانت سياحة أو تعاون دولي، دلوقتي تخطيط وتعاون دولي. ويمكن ناس كتير قوي بتسأل هو ليه حصل الدمج ما بين وزارة التخطيط ووزارة التعاون الدولي، وحابة أقول أنه دايما الدولة بيبقى ليها رؤية، الرؤية دي بننفذها من خلال استثمار، انفاق استثماري مهم جدا، ولكن دمج وزارة التخطيط مع التعاون الدولي بنقدر نقرب المسافة ما بين الرؤية الوطنية وكمان علاقتنا وشراكتنا مع المؤسسات والدول المختلفة. ويمكن من سنة 2014 شهدنا في ملف التعاون الدولي تنوع كبير جدا، عندنا مع كل الشركاء في الوقت الحالي وعبر السنوات ثقة قدرنا ان احنا نبنيها من خلال مشروعات متعددة، مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة اللي سمع عن بنبان، مشروعات لها علاقة ايضا بتدوير المية زي محطة بحر البقر او المحسمة. لما نبص على مشروعات زي التأمين الصحي الشامل، تكافل وكرامة، فكل هذه المشروعات هي رؤية وطنية، ولكن أيضا قدرنا أن احنا ننفذها مع شركائنا الدوليين. الفترة دي التركيز بشكل أساسي على ملف تنمية بشرية وعلى ملف تنمية صناعية، والاثنين مرتبطين ببعض. ليه؟ لأنه من خلال بناء الكوادر وخصوصا الكوادر الشابة هنقدر أن احنا نعظم من فرص الصناعة، وده اللي احنا مطالبينه ومحتاجينه في الوقت الحالي علشان نقدر نشغل
قدر أكبر طبعا من الشباب والمواطنين، ونقدر أنه النمو الاقتصادي والاقتصاد المصري يبقى متنوع، وهو حقيقي متنوع، عندنا فرص كبيرة جدا. وفي الفترة دي أيضا فكرة القطاع الخاص والاستثمار بيشغل بالنا بشكل كبير. وزارة التخطيط والتعاون الدولي في الفترة دي بتركز بشكل أساسي مع بقية الحكومة، وكلنا بنشتغل مع بعض. ويمكن المجموعة الاقتصادية الجديدة من أول يوم لما بنروح مجلس النواب عشان نتكلم مع بعض عن برنامج الحكومة وهننفذه إزاي وهننسق إزاي مع بعض، يمكن كلنا مهتمين وحاطين ثلاث ركائز رئيسية: إزاي يفضل فيه استقرار في الاقتصاد الكلي، إزاي نقدر إن إحنا يعني ننفذ بعض الإصلاحات اللي تفسح المجال للقطاع الخاص، ونمرة ثلاثة إزاي نقدر نقوي من علاقتنا وشراكتنا مع الدول المختلفة والمؤسسات الدولية المختلفة. الحديث يطول، عندنا أهداف مهمة. فخامة الرئيس مدينا كلنا يعني في الاجتماع المجمع اللي اتعمل بعد حلف اليمين إنه أهم شيء هو المواطن، إزاي نقدر نشتغل مع بعض من خلال خطط، من خلال برامج، من خلال مشروعات في تنفيذ خدمات تخدم المواطن المصري، إزاي نفكر في سياسات نقدر من خلالها نشجع القطاع الخاص، نشجع الاستثمار الأجنبي، إزاي نحن نقدر نولد تشغيل، ومش بس في المدن الكبرى ولكن أيضا نبقى موجودين في المحافظات المختلفة. ويمكن عندنا أكتر من مبادرة في الفترة المقبلة، ويمكن كنت لسه بتكلم مع الشباب وإحنا داخلين على مبادرة شباب بلد. دي مبادرة يعني مصرية ولكن بمظلة أممية مع الأمم المتحدة، وبإذن الله مع يعني المدير التنفيذي ورئيس شركة المتحدة نقدر إن إحنا نعمم معرفة الكل، كل الشباب بهذه المبادرة الهامة جدا. اتفضل يا فندم. ميرسي. مساء الخير عليكم جميعا. طبعا يعني أنا سعيد بوجود الدكتورة رانيا مشرط النهارده هنا. احنا يمكن النهارده جايبينها بناخد جوله في مدينه العالمين، وكنت لسه بتكلم معايا ازاي ان المهرجان سنه عن الثانيه بيبقى فيه تطور عن السنه اللي قبليها. السنه الجايه كمان بنطمح انه ان شاء الله يبقى معانا انترناشونال ستارز او ستارز من كبار من بره. يمكن كنا برضو بنتكلم عن التعاون ما بين وزاره التخطيط والتعاون الدولي مع الشركه المتحده في المرحله المقبله، وان شاء الله افاق التعاون والتكامل. انا دايما حابب اقول ان احنا شغلتنا ان احنا نتكامل مع الوزارات، شغلتنا ان احنا الحاجات الكويسه اللي في البلد نغطيها ونغطيها بشكل كويس ونساعد على انتشارها. بشكر الدكتوره رانيا مشاط وميرسي جدا على حضورك. مساء الخير، برحب بحضراتكم. انا خلود الرفاعي مرئيس القناه دي ام سي. الحقيقه هو سؤال مركب، شايفين تكاتف كبير جدا بين جهات الدوله المعنيه، وخصوصا التعاون بين الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه والجهات جهات الدوله المعنيه. في سياق او في هذا السياق، استراتيجيه الوزاره في زياده استثمارات الطاقه النظيفه المتجدده خصوصا لمدينه العالمين الجديده في طريقها لتتخطى وتتفوق مدن الجيل الرابع. بشكرك جدا على السؤال ده. يمكن لو انا عايزه، لو حد بيسال بصفه عامه، هي الحكومه بتركز على ايه هي اهم السياسات يعني، او ايه الخطط الوطنيه مبنيه على ايه. في ثلاث حاجات عايزه الكل يبقى عارفها. اول حاجه ان الاقتصاد يبقى شامل. اما بنقول اقتصاد شامل معناه ايه؟ معناه انه كل الفئات ممثلة. فأما بنفكر في النمو الاقتصادي، أما بنفكر في مشاريع، لازم يبقى الشباب ممثلين، لازم المرأة تبقى ممثلة. فدي نقطة هامة جدا، كلمة الانكلوسيف جروث أو النمو الشامل. الجزء الثاني اللي مهم جدا، القطاع الخاص يبقى ممثل وموجود وفاعل وله دور. والجزء الثالث اللي انت بقى بتركزي عليه، وهو التحول الأخضر.
حكاية أنه يبقى دايماً الاقتصاد والنهاردة ما نقدرش نعمل أي مشروع قطاع عام أو قطاع خاص إلا وفي معايير بيئية ومناخية خضراء. ما نقدرش النهاردة أي شركة صغيرة أو كبيرة يبقى ليها تمويلات من الخارج أو من البنوك إلا إذا كان فيها الجزء اللي خاص بالاستدامة أو التحول الأخضر. فأنت حطيتي إيدك على حاجة مهمة جدا، التحول الأخضر أو الاقتصاد الأخضر من خلال الطاقة الجديدة والمتجددة، من خلال تدوير أو الاستخدام الموارد الطبيعية بشكل أمثل. دي كلها الحقيقة أولويات مهمة موجودة في الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ودي اللي من خلالها بنقدر، لو هتكلم على الجزء الآخر من الوزارة هو التعاون الدولي، نبقى مقنعين لشركائنا سواء كانت مؤسسات أو دول. لو ما نبص على مشروعات كتيرة جدا عندنا، حاجة زي الهيدروجين الأخضر، الهيدروجين الأخضر في شراكات مهمة مع دول كبيرة، الاتحاد الأوروبي، كان لسه عندنا مؤتمر الاتحاد الأوروبي في نهاية شهر يونيو. دي القطاعات اللي بنقدر من خلالها نجتذب استثمارات للقطاع الخاص والقطاع الأجنبي، ولكن في نفس الوقت بيبقى ليها بعد محلي مهم جدا من خلال المهارات والتدريب وأيضا فرص العمل والتصدير، وزي ما قلت قبل كده الركيزة الأخرى وهي التنمية الصناعية اللي كلنا شغالين كدولة وبأجهزتها بأنه يبقى ده المحور أو الأهداف الرئيسية للدولة الفترة الجاية. مساء الخير على حضراتكم، برحب حضرتك طبعا معالي الوزيرة، أنا محمود جميل من القناة الأولى. يمكن سؤالي، احنا شايفين قد ايه مهرجان العالمين بيسلط الضوء على الانجاز والمشروعات المختلفة اللي موجودة في مدينة العالمين الجديدة، حابين نتعرف من حضرتك اكتر عن الخطط الاستثمارية اللي من شأنها هتزيد من الفرص الاستثمارية والاستثمارات في مدينة العالمين الجديدة، والاثر الايجابي اللي هيعود من مهرجان العالمين الجديدة على زيادة الاستثمار في مدينة العالمين. سؤالي للأستاذ عمرو الفقي عن اهمية حرص حضراتكم على التعاون مع وزارة التخطيط والمشروعات أو الخطط اللي ممكن نشوفها مستقبلا لزيادة الاستثمار أيضا في مدينة العالمين الجديدة. شكرا لحضراتكم. أنا بس عايزة يمكن في البداية أتكلم على يعني قطاع السياحة وهربطه باللي حضرتك سألت فيه. لما نبص على، في حاجة دايما اسمها مضاعف التشغيل، كل فرصة عمل مباشرة في قطاع السياحة بتولد قصادها أربع فرص عمل غير مباشرة. وبالتالي لما بص على مدينة زي مدينة العالمين، تعتبر زي ما احنا شايفين، غير انها الهدف انها تبقى مدينة طول العام، هي مدينة سياحية بتفوق، فيها أنشطة مختلفة، موضوع المهرجانات السنوية أيضا بتخلق رواج، بتخلق معرفة بدستنيشن جديدة. وزي ما احنا عارفين في العالم كله السياحة مبنية على فكرة المقاصد والميزة اللي بتخلي مقصد مختلف عن الآخر. فأعتقد أنه اللي حصل في السنوات الماضية البسيطة جدا قدر يخلق، يعني عايز أقول، مكان متميز جدا للعالمين في وسط مدن كتيرة. ده لوحده فرصة استثمارية كبيرة جدا. أنا عايز أقول لك، إحنا لما بنسافر دايما بنلاقي إنه كتير جدا بيسألونا، إحنا نفسنا نروح للعالمين، نفسنا نشوف الساحل الشمالي، أنتوا عندكم كذا. فأعتقد إنه اللي حصل من خلال الترويج لهذه المدينة بيخلق فرص مهمة جدا، زي ما شفنا أكتر من جامعة دولية موجودة، فده معناها إنه التعليم، الترفيه، السياحة، فكلها الحقيقة أنشطة مهمة، ولكنها في الآخر بترجع لفكرة التنمية الاقتصادية، لأن أنت في التنمية الاقتصادية محتاج العنصر البشري، محتاج الاستثمار، محتاج أن أنت تقدر تصدر. وعايز أقول لك أنه اللي بيحصل هنا بيعتبر أيضا نوع من أنواع التصدير، لأن أنت بتصدر منتج مهم جدا، وبتعتبر في ميزان المدفوعات ايضا صادر او يعني جزء تصديري مهم جدا جدا. مش عارفه بقى استاذ عمرو اللي اتفضل. يمكن بالنسبه للحته بتاعه التعاون ما بين الوزاره وما بين الشركه المتحده، يمكن احنا كنا لسه بنقول انه في مبادره من شباب بلدنا من الوزاره هيكون بالتعاون مع الشركه المتحده.
الحاجة التانية أنا عايز أقولها أنه المدن الساحلية والمدن السياحية الانترتينمنت جزء كبير جدا من الإقبال عليها. لو مفيش وسائل ترفيه، لو مفيش فاسيليتيز موجودة للناس عشان ييجوا ويخرجوا ويتفسحوا، طبعا بيبقى الوضع مختلف. وإحنا يمكن السنة دي والسنة اللي فاتت قدرنا نجذب إخواننا العرب من الدول العربية. السنة الجاية إن شاء الله هنحاول أكتر مع الناس في أوروبا وأمريكا إن هم يبقوا موجودين عن طريق وجود انترناشنال ستارز في التورز بتاعتهم، في تبقى العالمين جزء منها إن شاء الله. مساء الخير، ازي حضرتك؟ ندى سرور، مراسلة اكسترا نيوز. يعني النهارده كان في لقاء مع وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية، هل سيكون هناك استثمارات ما بين مصر والمملكة العربية السعودية خلال الفترة القادمة؟ شكرا لحضرتك. بشكرك، وطبعا يعني ده يمكن كانت زيارة مهمة، وكان في مقابلات مع اكثر من وزير، وطبعا مع دولة رئيس الوزراء النهارده والوفد السعودي. يمكن المملكة العربية السعودية من البلدان اللي ليها استثمارات كبيرة في مصر، وكان الحديث النهاردة عن اتفاقية ما بين مصر والمملكة في التجارة ما بين البلدين، فدي نقطة مهمة. وده من وأيضا يعني اتفاقية استثمارية، فده هيزود الاستثمارات السعودية في مصر. وكان في زي ما شفته في او تابعته من الاجتماع مع رئيس الوزراء، كان في كلام ايضا على فكره مبادله بعض القروض الخاصه بالمملكه باستثمارات، فدي برضو اعتقد انها خطوه ايجابيه كبيره جدا. النهارده في برنامج الحكومه بتوجيهات فخامة الرئيس وبالتنسيق ما بين الوزارات المختلفة، موضوع الاستثمار الأجنبي المباشر، موضوع اللي احنا يعني ان القطاع الخاص يبقى له دور أكبر في الاقتصاد، أعتقد دي أكبر أولوية لينا كلنا، وبنشتغل بشكل متناغم جدا، سواء كانت السياسة المالية، السياسة النقدية، الإصلاحات المختلفة اللي بنعملها لإتاحة الفرصة لاستثمارات أكبر من القطاع الخاص. فأعتقد أنه زيارة النهاردة كانت زيارة مهمة، زيارة جاية مع بداية الحكومة الجديدة بهذا التوجه الجديد، وبإذن الله يبقى ليها نتائج إيجابية في القريب العاجل. محمد زهران، قناة سي بي سي. يمكن فترة وجيزة تحولت مدينة العالمين من مدينة الغام إلى مدينة أحلام، فترة وجيزة جدا، متكلم على أقل من 6 سنوات. عايز أعرف دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي فيما يخص هذه الألغام، وكيف يمكن الترويج لهذه المدينة من خلال الزيارات المتعددة لكبار المسؤولين. شفنا من يومين زيارة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد برفقة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كيف يمكن استغلال هذه الفرص للتسويق بشكل دولي لمدينة العالمين؟ بشكرك على السؤال ده، وفعلا المدينة دي كان فيها يعني زي ما قلت من الحرب العالمية الثانية ألغام. احنا كوزارة تعاون دولي، بقى هتكلم الجزء قبل الدمج، شراكات مهمة جدا مع وكالات ومؤسسات دولية كبيرة لمساندة مصر او التكامل مع مصر في يعني الانتهاء من وجود الألغام في المنطقة. وفي جزء تاني انه ضحايا الألغام اللي هم موجودين في بعض الأماكن في مطروح، في حاجة مهمة ليها علاقة بال الأجهزة التعويضية، علشان طبعا في بعض المتأثرين من الألغام عبر سنوات عديدة. ويمكن فخامة الرئيس برضو مركز في الفترة دي على إنشاء مجمع متكامل لصناعة الأطراف الصناعية، وده مش هيخدم بس جمهورية مصر العربية، ولكن هيخدم يعني أماكن أو دول حوالينا متأثرة بأثار الحروب والكلام ده كله. فأعتقد المثل اللي موجود في مصر مثل مهم، نمرة واحد إنه قدرت تزيل ألغام وتضع مكانها زي ما احنا شايفين هنا حوالينا مكان مؤهل للاستثمار، مكان مؤهل للأنشطة المختلفة، مكان مؤهل إنه يبقى مدينة للعام كله، مش بس مدينة وقت الصيف. دي ده مثل مهم جدا.
الجزء الثاني انه ازاي التحدي ده اصبح فرصه مش بس لخدمه الاهالي في مطروح ولكن ايضا في الاماكن. وهنا عايزه اذكر طبعا القوات المسلحه لان في مركز العجوزه للاطراف الصناعيه ده بيلعب دور هام جدا وساعدنا بشكل كبير ايضا في المحافظه. اما سؤالك الثاني عن الترويج للمنطقه، كلنا عارفين ان النهارده وسائل الترويج مختلفة جدا عن كذا سنة فاتت. النهاردة بقى السوشيال ميديا والصورة اللي بتتاخد ازاي بتلف في كل مكان، فطبعا زيارة المسؤولين الكبار هنا بتدي نوع من انواع المصداقية للمكان، بتدي ايضا وبعدين تكرار الزيارات، يعني مش هي زيارة واحدة ويعني الاجتماع ولكن هي تكرار الزيارات. احنا شفنا ده سنين كتيرة، شهور كتيرة، يعني مسؤولين مختلفين، بلاد مختلفة، كل ده بيشجع في خلق الصورة الذهنية الإيجابية مش بس للمنطقة ولكن للبلد بشكل عام. وأعتقد هو ده يعني الفايدة المباشرة وغير المباشرة من وجود مش بس الزيارات ولكن مهرجان العالمين. احنا عارفين انه فكرة الترفيه بتلعب دور كبير جدا جدا برضو في خلق الصورة الذهنية، الاستقرار، الأمن، قدرة الكل ان هو يبقى موجود في مكان واحد بشكل فيه تلقائية وأريحية. فأعتقد ان كل ده يعني حاصل بالفعل، مش بس خطط ورؤى ولكن اتنفذ بالفعل، فده برضو أمر إيجابي ومهم جدا في الفترة دي. خالد رزق من قناة اون تايم سبورتس، عم برحب بيكم. يعني الواحد فخور ان هو بيشوف مدينة العالمين الجديدة، كمصري بالتأكيد بفتخر بهذا الشأن. ولكن سؤالي هنا، طبعا هناك مبادرات عديدة مع الوزارات المختلفة، فهل هناك تعاون مع وزارة الشباب والرياضة ليكون في مستقبل رياضي مهم جدا في العالمين الجديدة، خاصة ان الرياضة من الأشياء اللي بتجذب السياحة بصورة كبيرة جدا وبيكون في تواجد ليها قوي جدا؟ شكرا. يعني عايز أقول حاجتين ويمكن برضو لكل اللي بيسمعونا. خطة الدولة فيها انفاق استثماري. انفاق استثماري ده بيروح فين؟ وعايزة أقسمه ثلاث حاجات عشان كله يبقى فاكر. إحنا بنصرف 42% من انفاقنا على التنمية البشرية، والرياضة موجودة في التنمية البشرية. ففكرة أنه في المحافظات يبقى في أماكن للشباب، فكرة أنه مبادرات مختلفة، فكرة النوادي، فكرة الاستادات، كل ده في جزء من مخصص من الإنفاق الاستثماري للدولة رايح للجزء ده. ففي 42% من الإنفاق رايح للتنمية البشرية، داخل فيها الرياضة. عندنا 37% للتنمية الصناعية، وعندنا 21% للمحافظات، والمحافظات برضو داخل فيها بشكل أساسي التركيز على الشباب بما فيها الرياضة. فبالعكس بتعتبر أولوية. إحنا من خلال شغلنا في وزارة التخطيط والتعاون الدولي عندنا تعاون وثيق جدا مع وزارة الشباب والرياضة، ويمكن المبادرة اللي اتكلمنا عليها من شوية، مبادرة شباب بلد، دي كانت تحت رعاية أو هي ما زالت تحت رعاية فخامة الرئيس. وفي الفترة الجاية هيبقى في تركيز كبير جدا انه ايه هي العوائد والتدريبات المتاحة للشباب في المحافظات المختلفة، سواء كان فيها تدريب، سواء كان فيها يعني مشاركة في صناعة قرارات معينة في أماكن الخاصة بالشباب، بالنوادي، الكلام ده كله. فبإذن الله هتبقى فيه لينا فرصة في الفترة الجاية نسلط عليها الضوء بشكل كبير. اتفضل يا محمد. احمد غنيم، قناه الحياه. كنا عايزين نتكلم عن الفتره الجايه بالنسبه لاستثمارات الدوله في الطاقه النظيفه والهيدروجين الاخضر. يعني احنا كمصر فخورين جدا ان احنا استضفنا مؤتمر المناخ كوب 27 في شرم الشيخ سنه 22. ويمكن النهارده الفكره زي ما كنت بتكلم مع خلود، مش كده؟ في انه الطاقه الجديده والمتجدده او فكره التحول الاخضر بقى عنصر اساسي في استراتيجيات اي دوله وفي علاقه اي دوله بمستثمر او اي دوله مع دوله اخرى. احنا عندنا مستهدفات وطنيه بتتماشى مع الاعراف الدوليه سنه 2030
مفروض 42% من الطاقة المستخدمة تبقى طاقة جديدة ومتجددة. ده معناها أنه محتاجين استثمارات في الطاقة الجديدة، سواء كانت طاقة رياح، طاقة شمسية. وطبعاً الطاقة الجديدة والمتجددة هي اللي بتخلق الفرصة للهيدروجين الأخضر. ويمكن زي ما قلت عندنا أكتر من مشروع في الهيدروجين الأخضر، وده بيحصل من خلال المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من خلال صندوق مصر السيادي، وأيضاً شراكتنا مع دول مختلفة، على آخرها طبعاً أو آخرها كان مع الاتحاد الأوروبي في مؤتمر الاستثمار اللي كان في نهاية شهر يونيو هنا في القاهرة. وحضراتكم يعني تابعتوا قد إيه في اهتمام من المستثمرين الأوروبيين دول مختلفة في أنه يبقى في الهيدروجين الأخضر أحد القطاعات اللي بتقدر تجتذب منها يعني استثمار. طبعا الدولة في الوقت الحالي في استراتيجية الهيدروجين الأخضر برضو تم إعدادها من خلال البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، فده الجزء اللي خاص بالتعاون الدولي. فعندنا الخطة الوطنية فيها ده، وبعدين التعاون الدولي بتيجي مع الشراكات أو التكامل مع المؤسسات الدولية. فإن شاء الله يبقى لنا فرصة، لأنه ده يعني مجال كبير جدا جدا جدا، ولكن هي موجودة في خطة الدولة وكمان موجودة في شراكتنا مع الدول والمؤسسات المختلفة. دكتور أنا بحضرتك، المبادرات الرئاسية يعني الفترة اللي فاتت كبيرة جدا وموجودة في كل مكان على أرض مصر، ويمكن الأهم والأبرز طبعا حياة كريمة. فإسهامات الوزارة في المبادرات الرئاسية وفي حياة كريمة برضو كنا حابين حضرتك تكلمينا عنها أكتر، والفترة الجاية إيه اللي ممكن يحصل كمساهمات من الوزارة في المبادرات الرئاسية وطبعا حياة كريمة؟ بشكرك. خليني أتكلم الأول على مبادرة حياة كريمة وبعدين هتكلم على مبادرات رئاسية أخرى. طبعا المبادرة الرئاسية حياة كريمة هي يعني تعتبر من المبادرات المتكاملة. يعني إيه مبادرة متكاملة؟ مبادرة فيها عنصر بشري، فيها بنية تحتية، فيها يعني جميع نواحي الحياة الكريمة فعلا. فعندنا الصحة، عندنا التعليم، عندنا التدريب، عندنا التشغيل، عندنا الصرف الصحي، كذا كذا كذا. وبعدين بتوصل لي أو الهدف 4500 قرية. احنا انتهينا من المرحلة الأولى لحياة كريمة ومستمرين في المراحل المقبلة. برضو لو كله اطلع على خطة الدولة، والخطة يعني تم اعتمادها من مجلس النواب وموجودة في برنامج الحكومة اللي برضو تم مناقشته في مجلس النواب من أسبوعين، بنجد إن في إنفاق استثماري مرصود في خطة الدولة 150 مليار جنيه لحياة كريمة للمرحلة الثانية. دي موجودة في قرى معروفة محددة. الجزء الثاني اللي مهم جدا إن في متابعة لما تم في حياة كريمة، وهنا عايزة يعني كل الموجودين يطلعوا على الموقع الإلكتروني للوزارة، لأن الخطة فيها متابعة لمشروعات حياة كريمة. فده الجزء اللي هو خاص بالمبادرة. وحاجة تانية مهمة جدا لما بنتكلم على التعاون الدولي برضو مع مؤسسات مختلفة وعلى رأسها الأمم المتحدة بالوكالاتها المختلفة، بنجد أنه كتير جداً من البرامج والمشروعات اللي احنا صغناها معاهم موجودة في قرى حياة كريمة. فدي برضو نقطة في غاية الأهمية. ويمكن من سنة ونص في منصة الأمم المتحدة حياة كريمة أخد يعني أحد المشروعات الهامة جداً دولياً في فكرة التنمية يعني التنمية الاقتصادية اللي بنسميها integrated أو متكاملة، للسبب اللي أنا اتكلمت عليه. في مبادرات رئاسية أخرى زي مبادرة يعني مصر خالية من فيروس سي، ودي برضو كانت يعني مبادرة في غاية الأهمية. وفعلا النهاردة لما بنقول إن فيروس سي مش موجود في مصر، كتير بشوفنا إن منظمة الصحة العالمية واخدة ده نموذج برضو لتعميمه في أفريقيا. فدي كانت مبادرة رئاسية في غاية الأهمية. عندنا 100 مليون صحة، عندنا أيضا المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة، وده وزارة التخطيط يعني
بتنسق فيها مع وزارات أخرى، ويمكن مع المتحدة عندنا أيضا تعاون في موضوع تنمية الأسرة. وهنا تنمية الأسرة لأنها مش بس بنبص على النمو السكاني، ولكن بنبص على الخصائص السكانية، فدي برضو ليها بعد، ويمكن يبقى لينا مجال نتكلم على ده بالتفصيل إن شاء الله. مرسي. احنا بس النهارده هنبتدي الموسم المسرحي بتاعنا. احنا من الحاجات الجديده اللي عملناها السنه دي ان احنا عاملين كذا مسرحيه السنه دي في شهر اغسطس، وانا بدعو معالي الوزيره انها تنضم لينا النهارده نتفرج على مسرحيه الشورى، وان شاء الله كمان في 100 دعوه لحضراتكم ان انتوا تحضروا معانا ان شاء الله المسرحيه النهارده. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. الحره والاستثمار الحره، هم اللي كانوا بيعرضوا قدام سياده الرئيس. حضرتك اللي هي المنتخب الانتخابات كلها تمام، الاولمبي والبرلمان. انا شفت ما هو عرضوا قدام سياده الرئيس في المنطقه الاستثماريه الحره. حضرتك في منتجات كمان حريمي تمام، يعني يا ريت حضرتك تاخدي فكره عن كله يا فندم، كله كل المنتج ده وصحتك. لا بصي يا حضرتك، يعني برضه في لمسه شياكه برضه كنز بقى. ليه يا حضرتك ب 1300؟ طبعا لما تقيسيها مع المنتج الاجنبي هتجدي فرق كبير، ربع سعر ربع سعر. يعني احنا عايزين حضرتك نديك هديه بسيطه، شوفي حضرتك اختيار عادي. انا هاجي مره بقى اختار. طب لا حضرتك بصي بس على البوست، بصي حضرتك برضو في فوط حضرتك اللي هي فايبر، في منها ثلاث مقاسات، وحضرتك الشنط يعني شنطه ب 450 جنيه، بصي حضرتك الكواليتي بتاعها عامل ازاي. بصي الكواليتي حضرتك بصي معاليكي الشنط برضو بتاعت الولاد بتاعت المدارس. ما حضرتك في كذا نوعيه وكذا برضو، هنا جايبين حاجات برضو من مصر. ثلاث ايام بعدين لو شلنا ده معاليك. وفي سايز صغير يمكن 5000. الشنط اللي هي بتاعت الشباب. لا خدوا الجزم بس الليمبي يا فندم بيزود. في المعرض بتاع الرياض اللي هو انت ولا مترا؟ لا يا فندم، منترا هو شريك معانا في ده هنا، لكن احنا فندم بنعمل المعرض بتاع الرياضه
وحضرتك وزاره التعاون الدولي هتفيدنا جدا في المعرض الرياضي ده تحت رعايه فخامه الرئيس. تمام. وبعدين المتحده يا فندم هي الاساس في الموضوع يعني. خلاص يبقى احنا معاك يعني استاذنك نبعت جواب يبقى لا خلاص يعني حضرتك بس يعني تمام تدفعينا لقدام يعني ان شاء الله باذن الله. انا عارف ان حضرتك يعني انسانه نشيطه وربنا يبارك لك يعني. الله يخليك ربنا يخليك سكلو. شكرا جزيلا. ان شاء الله. تابعنا مع حضراتكم المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط من مدينة العالمين الجديدة، وكذلك الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عمرو الفقي، وجولة التي قام بها في مدينة العالمين الجديدة، حيث أكدت المشاط أن مصر استطاعت تحويل العالمين من أرض ألغام إلى مدينة عمرانية مهمة، مشيرة إلى أن فكرة التكامل بين الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والرياضية وربطها بالترفيه لها دور إيجابي. من جانبه أكد رئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عمرو الفقي أن النسخة الحالية من مهرجان العالمين شهدت تطورا كبيرا عن العام الماضي، وأكد أنه تم التباحث مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي في المرحلة المقبلة. قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن مصر تسلمت اليوم الشريحة الثالثة من صندوق النقد الدولي الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بقيمة 820 مليون دولار. وخلال ترأس الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية بتشكيلة جديدة، جدد مدبولي أن هذا التطور يعد شهادة ثقة في برنامج الحكومة بما يتضمنه من إصلاحات ومستهدفات مالية واقتصادية، وخطوة مهمة في سبيل المساعدة على تحقيق رؤية الحكومة المصرية في هذا الشأن. الاجتماع شهد كذلك استعراض التطور الإيجابي للمؤشرات النقدية الحالية برغم التحديات، بما في ذلك موارد الاحتياطيات المختلفة من النقد الأجنبي واستخداماته، وكذا مؤشرات المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا بشأن متابعة مستجدات برنامج الطروحات الحكومية بحضور محافظ البنك المركزي حسن عبد الله ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية. في مستهل الاجتماع أكد مدبولي أن الحكومة ماضية في استكمال الخطوات والإجراءات التي اتخذتها منذ الإعلان عن برنامج الطروحات من خلال التعاون والتنسيق المستمر مع عدد من المؤسسات الدولية المتخصصة في هذا الشأن للحصول على الدعم الفني المطلوب في سبيل تعزيز مستويات كفاءة الشركات المملوكة للدولة. التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أحمد خليفة مع الفريق أول محمد البول رئيس أركان جيش البر بالجمهورية التونسية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين في العديد من المجالات العسكرية. التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق أول محمد الغول رئيس أركان جيش البر بالجمهورية التونسية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين في العديد من المجالات العسكرية،
وأكد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة على اعتزاز مصر بعلاقاتها المتميزة مع الجمهورية التونسية، مشيرا إلى حرص القوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون وتبادل الخبرات في مختلف المجالات العسكرية لكلا الجانبين. من جانبه قدم الفريق أول محمد الغول رئيس أركان جيش البر بالجمهورية التونسية التهنئة للفريق أحمد خليفة، متمنيا له التوفيق في مهام منصبه، مشيدا بالجهود التي تبذلها مصر لدعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز أوجه العلاقات العسكرية المثمرة بين القوات المسلحة لكلا البلدين خلال المرحلة المقبلة. حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والتونسية. الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية المصرية قلاع عسكري هدفها تخريج أجيال جديدة من ضباط القوات المسلحة من مختلف الكليات العسكرية. الكلية الحربية الكلية البحرية الكلية الجوية كلية الدفاع الجوي الكلية الفنية العسكرية كلية الطب بالقوات المسلحة الكلية العسكرية التكنولوجية. هؤلاء الرجال يتم تدريبهم وفقا لأرقى النظم العلمية الحديثة. مناهج دراسية وبرامج تدريبية تضاهي أفضل المستويات العالمية في الدول الأكثر تقدما. يحصل خلالها الضابط على شهادات مدنية إلى جانب شهادة إتمام الدراسة العسكرية. يحصل الضابط خريج الكلية الحربية على بكالوريوس العلوم العسكرية بالإضافة إلى إحدى الدراسات المدنية الآتية طبقاً للتخصص. يحصل الضابط خريج الكلية البحرية على بكالوريوس العلوم العسكرية والعلوم البحرية بالإضافة إلى بكالوريوس العلوم السياسية من جامعة الإسكندرية. يحصل الضابط خريج الكلية الجوية على بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية الجوية وشارة الطيران بالإضافة إلى إحدى الدراسات المدنية الآتية طبقا للتخصص. يحصل الضابط خريج كلية الدفاع الجوي على بكالوريوس العلوم العسكرية للدفاع الجوي بالإضافة إلى بكالوريوس الهندسة في أحد تخصصات الاتصالات والحاسبات والميكاترونكس بنظام الساعات المعتمدة من جامعة القاهرة. يحصل الضابط خريج الكلية الفنية العسكرية على درجة بكالوريوس الهندسة بتخصصاتها وشهادة إتمام الدراسة العسكرية. يحصل الضابط خريج كلية الطب بالقوات المسلحة على درجة بكالوريوس الطب والجراحة وشهادة إتمام الدراسة العسكرية وشهادة إتمام فترة امتياز وترخيص مزاولة المهنة بعد إتمام عملي الامتياز بنجاح. يحصل الضابط خريج الكلية العسكرية التكنولوجية على درجة البكالوريوس المهني في التكنولوجيا من الجامعات التكنولوجية المصرية كل في تخصصه وشهادة إتمام الدراسة العسكرية. الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية المصرية خير أجناد الأرض. الواجب الواجب الشرف الشرف الوطن الوطن. وللتعرف على مزيد من التفاصيل يرجى زيارة الصفحة الرسمية لموقع تنسيق القبول للأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية على الإنترنت www.tansiq.mod.gov.eg. ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الرسمي لوزارة الدفاع www.mod.gov.eg. نشرت وزارة الداخلية خدمات أمنية ومرورية على الطرق المؤدية لمدينة العالمين الجديدة مع توفير سيارات متنقلة لتقديم خدمات الأحوال المدنية والمرور والجوازات.
يأتي ذلك لكثافة إقبال الزائرين على المدينة وتواصل فعاليات مهرجان العالمين الجديدة. تتمتع مدينة العالمين الجديدة بإطلالة ساحرة على البحر وبإمكانيات سياحية كبيرة تجذب الزائرين إليها، ومع تواصل فعاليات مهرجان العالمين وما تشهده المدينة من إقبال للاستمتاع بالعروض المتنوعة، كثفت وزارة الداخلية من خدماتها الأمنية والمرورية على طول الطرق المؤدية إليها لتحقيق أقصى درجات الانضباط المروري حفاظاً على الأرواح والممتلكات. بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على مجهوداته معانا العظيمة في كل مكان، والأمن والأمان اللي احنا فيه. الدنيا يعني منظمة جدا، الطرق في فرق رهيب قوي عن السنين اللي فاتت، الإشارات، الكاميرات المراقبة، السرعة متحددة، بحس بأمان وأنا ماشي في الطريق، لا قدر الله حصل أي حاجة الأمن موجود والشرطة موجودة، والطرق الكويسة اللي احنا نقدر نمشي عليها ونفتخر بإن احنا مصريين. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. فعاليات ترفيهية ورياضية وثقافية متنوعة تشهدها مدينة العالمين، وإقبال كبير من الزائرين للاستمتاع بهذه الأجواء الصيفية، ومعها نشرت وزارة الداخلية الخدمات الأمنية والمرورية بالمدينة، والتي تضم عناصر من الشرطة النسائية ليحظى مرتاد المدينة بمزيد من الأجواء الأمنية التي يستمتع فيها الجميع بإجازاتهم. شيء لطيف ان انت تبقى ماشي، انا كبنت شايفه حد بيحميني، راجل وست ومنتشرين بشكل جميل جدا. اهتمامات الرئيس السيسي كانت في المقام الاول ان الامن والامان دي نمبر 1 من اولوياته لحمايه المواطنين. مبسوطه جدا بتواجد الامن دايما هنا في العالمين، والتواجد الامني ما بقاش بس في العالمين، بقى في مصر كلها، هم دايما بيحمونا. افراد الامن في المناطق كلها موجوده، الدنيا امان، الاولاد الصغيرين يعني ماشيين براحتهم، ما نبقاش قلقانين من اي حاجه، التواجد الامني صراحة ممتاز يعني. ونظراً لإقبال المواطنين على مدينة العالمين الجديدة والكثافات التي تشهدها المدينة، حرصت وزارة الداخلية على تقديم الخدمات الشرطية الجماهيرية لمرتدي المدينة والمقيمين بها من خلال سيارات الخدمات المتنقلة والتي تقدم خدمات الأحوال المدنية، كما استحدثت الوزارة سيارات متنقلة لتقديم خدمات الجوازات والهجرة والجنسية. كنت في العالمين فعديت لقيت العربية الأحوال المدنية واقفة، بصراحة الموضوع سهل جدا وما خدش 3 دقايق يعني. كل الإجراءات سهلة وسريعة بصراحة، وفي تطور، في تطور في الأحوال المدنية، في تطور في موضوع إن احنا نطلع البطاقة بتاعتنا بسهولة جدا. قدرت إن أنا أجدد الجواز بتاعي. بشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على المجهودات الجميلة والحاجات الحلوة اللي هو بيقدمها لنا. وشملت سيارات الخدمات الشرطية المتنقلة خدمات تراخيص السيارات، وهو ما لاقى إشادة كبيرة من زوار المدينة والمقيمين بها بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية للتيسير على المواطنين في كل مكان. أنا جيت النهاردة أجدد الرخصة بتاعت العربية، الخدمة فوق الممتاز، ما خدتش 10 دقايق تقريباً، سهلت علينا الأمور وسهلت علينا تخصيص الأوراق. منبهر جداً بالتطور سواء في الأحوال المدنية، سواء في الجوازات، أو سواء حتى في خدمة المرور، لأن ده بيحسسنا إن فيه اهتمام من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في إن هو إزاي يسهل على المواطنين حياتهم، إن هم يطلعوا أوراقهم الرسمية، إن هم يخلصوا إجراءاتهم في أسرع وقت. وترصد غرفة العمليات بمدينة العالمين الجديدة الحالة الأمنية على مدار الساعة، هذا في وقت تواصل فيه الخدمات الأمنية والجماهيرية التي تقدمها وزارة الداخلية العمل على توفير الأجواء الملائمة للمواطنين للاستمتاع بالمناظر الخلابة والإطلالة التي تتمتع بها مدينة العالمين الجديدة. ماشيين براحتنا، مبسوطين، حاسين ان احنا في امان. احنا بنشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الامن والامان اللي احنا بنعيش فيه، وعلى المدن الجديده اللي انتشرت على ربوع البلد. شدد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي على ضرورة تكاتف الجهود الدولية للعالمية على إنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة ووضع حد للمعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني. وخلال الاتصال الذي تلقاه وزير الخارجية من المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلند، أكد وزير الخارجية أن استمرار أزمة قطاع غزة
تزيد الوضع الإقليمي تعقيدا يوما بعد يوم، وأن على إسرائيل أن تتوقف عن سياسة التصعيد والاغتيالات وانتهاك سياسة دول المنطقة بصرف النظر عن المبررات. وتناولت كذلك المباحثات الهاتفية التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة على مدار الأيام الأخيرة، ومخاطر اتساع رقعة التصعيد بشكل قد يؤدي إلى اندلاع مواجهات واسعة النطاق تهدد استقرار المنطقة وشعوبها. استشهد 15 فلسطينيا وأصيب آخرون في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصفه مدرسة تأوي نازحين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. وأفادت مصادر محلية بأن طيران الاحتلال قصف مدرسة دلال المغربي التي تأوي نازحين، ما أسفر عن استشهاد 15 بينهم أطفال ونساء وإصابة 50 آخرين، جرى نقلهم إلى مستشفى الأهل العربي المعمداني. وأشارت المصادر إلى أن طيران الاحتلال قصف المدرسة بثلاثة صواريخ، ما أدى إلى تدميرها بالكامل على رؤوس النازحين. أكدت حركة حماس أن تأكيد أو نفي استشهاد أي من قيادات جناحها العسكري المتمثل في كتائب القسام هو شأن خاص بالحركة، مشيرة إلى عدم إمكانية تأكيد أي خبر من الأخبار المنشورة في وسائل الإعلام أو من قبل أي أطراف أخرى. وأتي ذلك في ظل إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل قائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف في ضربة جوية إسرائيلية على غزة الشهر الماضي. وأشار جيش الاحتلال في بيان إلى أن القضاء على محمد الضيف تم خلال غارة جوية على منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة في 13 من يوليو الماضي. قالت مصادر رويترز إن مسؤولين إيرانيين كبار سيجتمعون في العاصمة طهران مع ممثلين لفصائل حليفة من عدة دول لمناقشة الرد المحتمل على إسرائيل بعد اختيار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية. وأوضحت مصادر الوكالة أن ممثلين عن حركتي حماس والجهاد الفلسطينيتين وكذلك قوات الحوثي اليمنية وحزب الله اللبناني وفصائل مسلحة عراقية سيحضرون الاجتماع، حيث سيجري المجتمعون تقييما شاملا لإيجاد أفضل وأكثر الطرق فاعلية للرد على إسرائيل. كانت إيران والفصائل الفلسطينية توعدت بالرد على اغتيال هنية، كما توعد حزب الله بالرد على اغتيال القيادية في الحزب فؤاد شكر. من جانبه أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل في حالة تأهب قصوى وسط توقعات متزايدة بالرد على عملية الاغتيالات التي نفذتها خلال اليومين الماضيين. وأكد نتنياهو أن إسرائيل في مستوى عال جدا من الاستعداد لأي سيناريو سواء دفاعي أو هجومي، متعهدا بالرد على أي هجوم يطال إسرائيل. هذا وقد أصدرت سلطات الاحتلال بيانا دعت فيه الإسرائيليين إلى توخي الحذر الشديد في الخارج، محذرة من تهديدات من إيران وحماس وحزب الله. أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أن الوضع في المنطقة قد دخل مرحلة جديدة مختلفة عن المرحلة السابقة بعد اغتيال القائد في الحزب فؤاد شكر. وأكد نصر الله أن تصاعد المعارك مع إسرائيل يتوقف على سلوك سلطات الاحتلال وردود فعله، وأشار إلى أن قوات الاحتلال تجاوزت الخطوط الحمراء في قواعد الاشتباك، كما أكد أن حل الوضع الراهن لن يكون إلا بوقف العدوان على قطاع غزة. وشدد نصر الله أن رد الحزب على اغتيال شكر آت لا محالة، مؤكدا أن الرد لن يكون شكليا وسيكون ردا حقيقيا. أنا
نتحول إلى أخبار الطقس في هذه النشرة، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس شديد الحرارة راتب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار راتب على السواحل الشمالية، فيما يسود ليلا طقس مائل للحرارة راتب على أغلب الأنحاء. ونستعرض مع حضراتكم الآن درجة الحرارة المتوقعة غدا محليا وعالميا. بأخبار الطقس تنتهي أخبار التاسعة. شكرا لكم وإلى اللقاء.